ولمزيد من التحليل معنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة الكحلوت الكاتب الصحفي من غزة. يعني بعد التحية هناك العديد من الأسئلة والتساؤلات، ولكن انقل لنا الصورة لديك وماذا يشعر الفلسطيني حاليا في قطاع غزة من شباب شيوخ أطفال؟ أهلا وسهلا، نحن نعيش وضع مأساوي للغاية في قطاع غزة، خاصة وأننا لأول مرة في حياتنا نمر بتصعيد وقصف وعدوان همجي لا مبرر له. القصف هنا على منازل المواطنين بدون سابق إنذار، هنا القطاع بلا كهرباء بلا مياه بلا خدمات إنترنت، أيضا نتحدث عن ارتقاء أكثر من 3000 شهيد خلال 10 أيام من بدء التصعيد. هذا العدد وهذا الرقم الكبير لم نشهده طوال فترة التصعيد عام 2014، لم يصل هذا العدد من الشهداء خلال فترة 50 يوم، ونحن الآن وصلنا خلال 10 أو 12 يوم تقريبا منذ بداية الحرب على قطاع غزة. بالأمس قصفت إسرائيل مستشفى المعمداني، وهو من أقدم المستشفيات العاملة في قطاع غزة. هذا مستشفى تاريخي يعمل منذ الخمسينات، كان شاهدا على القضية الفلسطينية، كان يعالج الجرحى في بداية الانتفاضة الأولى. يتبع هذا المستشفى الطائفة المسيحية. هذا المستشفى عبارة عن مجمع كبير، بداخله أيضا هذا المجمع بداخله كنيسة، بداخله مكتبة، بداخله مستشفى، يضم مجموعة من الأطباء الأكفاء يجرون العمليات مقابل أجر مادي ليس له علاقة بعمل حكومي أو عمل يخص الأنوروة. تم قصفه واستشهاد ما يقارب من 800 تقريبا شهيد، والبعض منهم إصابات. الوضع هنا صعب للغاية في قطاع غزة، المئات من المواطنين كل يوم يعني يتجهون إلى المخابز من أجل الحصول على رطة خبز تسد رمقهم ورمق أطفالهم، والجزء الآخر يذهب إلى طوابير أخرى لتعبئة قوارير المياه خاصة بعد انقطاع المياه. انقطاع الكهرباء انعكس سلبا على باقي الخدمات من رفع المياه عبر المولدات إلى أسطح المنازل، انعكس على توفير خدمات الإنترنت. يعني حقيقة ظروف مأساوية، في كل ساعة هناك قصف واستهداف وشهداء وجرحى. الأمر فاق القدرة الاستيعابية لمستشفيات قطاع غزة، حتى أنهم اضطروا في بعض الأوقات إلى استجلاب سيارات المرطبات أو ما تسمى هنا في غزة سيارات الأسكيمو لوضع الجثث بداخلها إلى حين التعرف عليها، خاصة وأن أغلب الجثث التي تصل المستشفيات نتيجة القصف مهشمة ومغيبة الملامح ومشوهة الوجوه والعظام بارزة والأطراف مقطعة. يعني ظروف مأساوية جدا صراحة. يعني هل تتابعون تحرك الشوارع العربية وأيضا بعض من المتظاهرين في دول غربية أيضا دعما لقطاع غزة وللفلسطينيين؟ يعني حقيقة هذا الأمر يعني قد تشاهدونه أنتم، ولكن هنا لا يوجد أي كهرباء حتى نشاهد هذه المظاهرات. الواقع هنا يختلف تماما عن المسيرات، يحتاج تضامن عربي واسع، يحتاج تحرك واسع، يحتاج موقف دولي واسع لوقف هذا العدوان على قطاع غزة. نتحدث عن إلقاء براميل وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، نتحدث عن مسح لمربعات سكنية، نتحدث عن تدمير لكافة البنى التحتية، نحن نتحدث عن قطاع يعني محاصر في هنا في قطاع غزة، تحدث عن خدمة الكهرباء إذا توقفت خلال اليومين المقبلين بعد نفاذ كمية الوقود، قد تتوقف المستشفيات عن الخدمة وقد تتوقف خدماتها. الأطباء تحدثوا في بعض المستشفيات يتم إجراء العمليات بدون تخدير، هناك نقص المستهلكات الطبية والمعدات الطبية. يعني حقيقة واقع مأساوي يحتاج الكثير من أجل العلاج والتضميد. يعني هناك متابعة مستمرة أيضا من الهلال الأحمر المصري والأردني لاحتياجات المستشفيات في غزة، هل تتواصلون بشكل مباشر معهم يعني امدادهم بالمعلومات عن ما ينقص المستشفيات؟ يعني هذا الأمر تحدثت فيه وزارة الصحة في غزة، لا يحتاج الأمر إلى إبلاغ الجهات، ولكن خرجت بأكثر من مرة
عبر مؤتمرات صحفية أننا بحاجة إلى متجسر يد العون بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، خاصة أن المشافي في قطاع غزة يصلها يوميا مئات الشهداء والإصابات وفاقت القدرة الاستيعابية. عدد المستشفيات محدود في قطاع غزة، الإمكانيات محدودة، ولكن هنا الشهداء أكثر من الإصابات، يصل حاليا في أغلب التصعيدات وفي أغلب المناطق القصف التي يتم استهدافها من الطيران الإسرائيلي. هل تعلمون أن الوطن العربي تجمع وأضاف العديد من الأطنان أو أطنان كبيرة جدا من المساعدات الإنسانية والطبية على معبر رفح في انتظار وصولها إليكم في قطاع غزة؟ نعم، نعرف أن هناك مئات الشاحنات من المساعدات تتواجد على معبر رفح منذ عدة أيام، ولكن هناك يبدو عرقلة من الإسرائيليين من خلال قصف بوابة المعبر التي ستمر منها هذه القافلة من المساعدات، وأصرت على قصفها مرة ثانية بعد عدة أيام من قصفها في المرة الأولى. ويعني واضح هذا أن هناك عرقلة وإصرار إسرائيلي على رفض إدخال أي مساعدة لغزة، وكأنهم يحكمون عليهم بالموت البطيء خلال الأيام المقبلة. أستاذ أسامة، يعني أكثر من 100 مليون قلب مصري ويد مصرية ترفع إلى السماء في دعواتها إليكم. نتمنى أن تحمل الأيام القادمة الكثير من التغيير ووصول الإغاثات إلى أهالي غزة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أسامة الكحلوت الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفيا من قطاع غزة.